الخبر الاول اللي عدنا عن ميا وتسريبها التسجيل صوتي خطير نوعا ما، واللي توقع انه تسرب من واحد من اصدقاء انس الشايب. فميا مانجو نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، واللي كانت تقول بيه انه هذا التسجيل الصوتي وصلها من شخص ما تقدر تقول اسمه، وهذا التسجيل الصوتي كان بيه انس الشايب يسب اهله بيه العمار، وطبعا يسب كل اجزاء 18. فراح اعطيكم هذا الفويس اسمعوا. قلت لك امك يا زلمه، يا ادب حياه امك يا زلمه، يا زلمه يا بحيات امك، بحيات امك يا زلمه، تهدى وتصلي على النبي. وطبعا حطت هذه المحادثه ايضا بين انس الشايب وعمار، وكان يسب به اهل العمار. راح اعطيكم رابط المقطع بالوصف اللي حابب يشوفه الكامل عمود يفهم القصه. واتوقع انه هذا يوضح ليش هو عمار قرر انه يفضح انس الشايب، لانه من الواضح انه انس الشايب هو صار يسب اهل العمار، فعمار حب انه ينتقم لاهله يعني، وصار يطلع بمقاطع ويفضح به انس الشايب. فتتوقعون يا حبايبي انه هذا حتكون بدايه حرب جديده؟ اصلا انه عمار صار لفتره قاطع عن اليوتيوب بدي ينزل مقاطع، هل ينتشر هذا الفويس اللي ينسب به اهل العمار؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع، وشنو تتوقعون حيكون رد عمار. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو مملكة القصص، فطارق الباشا ومملكة القصص نزلوا هذه الأغنية على قناة مملكة القصص، واللي كانت أغنية بعنوان مرايتي. طبعا قبل ما أشرح كل شيء عن الأغنية، طالما بسيط يا حبايب باقي يوم واحد بالأغنية ممكن تدخل للترند. أتمنى حاليا الكل يروح على الأغنية ويفجر الأغنية بالتعليقات وباللايكات، ونوصل أكثر من 200 ألف تعليق. أنا حبايب اكو هواي مفاجآت راح تعرفوها بالأيام الماضية، متأكد راح تنصدمون. طبعا طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وحل بي نوعا ما ألغاز مال الأغنية هاي، إنه هل أنا غنيت الأغنية كاملة بصوتي؟ كل شيء حابين إذا تعرفوه روح على مقطع طارق الباشا على مود تعرفوها بالكامل، والمقطع الباشا. اليوتيوبر الثاني هو نور مارف، نور نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات تحمس بها المتابعين للمقطع اللي نزل اليوم، ما نزل الساعه بالاربعاء، كان يقول انه المقطع حيكون ناري ونوعا ما المقطع خطير، فراح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. يا جماعه الخير احكي لكم عن فيديو بكره، فيديو بكره كثير 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 قوي وما حدا سواه في العالم. فيه مخاطره وفيه ضحك وفيه كل شيء وفيه جديه وفيه كل شيء، خليكم جاهزين بكره على الساعه 4، الفيديو نار نار بكل معنى الكلمه. اما اليوتيوبر الثالث اللي عندنا فهي مريانا، فمريانا نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، واللي تعمل من خلالها انه اليوم راح تنزل مقطع راح يكون ويا فريق مصور من سنه، المقطع حاليا نزل على الساعه بالاربعه، اللي ما شاف المقطع هل تتوقعون المقطع بما انه مصور من سنه بي كان ياسو او لا؟ روحوا شوفوا المقطع عمود تعرفون، واكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم باللي شافوا المقطع. الخبر الثالث اللي عدنا عن نور مارو ليش هو متضايق، وبنفس الوقت رد على المتابعين اللي قارنوا بالباقي اليوتيوبر اللي يتبرعون للفقراء ويصورون هذا الشيء قدام الكاميرا، وصاروا يتهجمون على نور مارو ليش هو ما يسوي مثلهم. فنور مارو نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات واللي يرد بها على هذول المتابعين، ويقول بانه بالنسبه للاشخاص اللي يتبرعون قدام الكاميرا ويصورون ما يريد يسوي هذا الشيء، لان هذا الشيء بينه وبين ربه، ما يريد ينشره السوشيال ميديا، ويطلب من المتابعين انهم يقارنوا باقي اليوتيوبر والاشخاص اللي يسوون هذا الشيء. راح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. احكي موضوع كثير هام يا جماعه، في كثير اشخاص عم يقارنوني باشخاص ثانيين انه هدريك تبرعوا لاهل سوريا وانت ما تبرعت وانت كذا كذا. يا جماعة مو ضروري أنا أتبرع، وأقولكم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قالنا إذا تبرعت بإيدك اليمين ما بصير تشوفها إيدك الشمال، فهيك رح يروح الثواب. فما بصير ما بصير ما بصير تحكم على شخص بمجرد إنه ما حكى لك، ما بصير أنا أحكي لك إذا تبرعت أو لا، هاي شغلة بيني وبين ربي تمام، وما بصير تقارن بين هذا وهذا. في إذا رسول الله مثل ما قلت لكم قال إذا تبرعت بإيدك اليمين ما بصير تشوف إيدك الشمال، هذا الكلام مو من عندي. فرجاء رجاء رجاء ما بتعرفوا إيش في بالنيات وما بتعرفوا إيش وراء السوشيال ميديا، فمشان هيك لا حدا يقارني بحدا ولا حدا يساوي بحدا. الحمد لله يمكن هن احسن مني وبكتير كتير كتير بحترمهم وكتير بحبهم وربي يوفقهم، وهن قلت لكم يمكن احسن مني، بس كل واحد عنده معتقداته، فيمكن انا عم بعمل شيء بيني وبين ربي ما ضروري افرجي السوشيال ميديا، وهن عم بيعملوا شيء بينهم وبين ربهم وعم بيعملوا شيء بفرجوا السوشيال ميديا، فكل واحد حسب نياته تمام. لا تحكموا من عدم ما تعرفوا. انا يا جماعه مستحيل استغل التعاطف واستغل انه التبرع وهالشغلات وامور الدين عشان ازداد عدد وشهره وهيك، مستحيل. يمكن هن نيته اصلا من هيك، انا ما عم بحكي شيء ابدا، بس انا كمعتقداتي انه مستحيل استغل هذا الشيء بالسوشيال ميديا، كل شيء له شيء. فبتمنى وصلتكم. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي ووفاه عمتها، فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات واللي حاطه بها البقاء لله وكاتبه الله يرحمك عمتي وقلب مكسور، وطبعا نفس الشيء شيرين بيوتي هم نزلت نفس الستوري كاتبه الله يرحمك عمتي، الله يرحم عمتها يا رب ويجعل مثواها الجنه، ولا تنسوني حبايب انه تتابعونها بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن مايا الجمال وتهكير قناتها، اما بالنسبه للاشخاص اللي يسالون منو اللي هكر قناتها فحسب ما المعتقد انه انس بيسان هم ورا هذا الموضوع، ومايا الجمال نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر واللي كانت تبكي بيه لانه تهكرت بيه قناتها، اما بالنسبه ليش يقولون انه انس بيسان ورا هذا الموضوع، فاول شيء هي قالت انه هاي ثاني مره هكرون قناتي بعد ما هكروا اول مره، ونفس الوقت تطلب من المتابعين تقول انه هذه المره ما راح نسكت ونريد ناخذ حقنا يعني، وبالنسبه للاشخاص يقولون كان جواني هو ورا هذا التهكير، طبعا هذا الشيء غلط، ويمكن مايا شوي لمحت هذا الموضوع لان كانت شويه منهاره بالبث فما عرفت تحكي، ولكن بعد جواني نزل على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات ووضح بيه الموضوع هو مايا، وانه هو ابد مو هكر القناه، وانه راسل اليوتيوب انه راح ترجع القناه ان شاء الله اليوم، ولكن طبعا اللي صار هم انه هواي من الاشخاص طلعوا اشاعات انه جواني ورا هذا الموضوع، لان جواني حاليا هو ماي نعتبر ناجحين، وايد يحاولون يخربون بيناتهم، اما انس بيسان فهو يعتقد انه هم اللي هكروا الحساب، لان ماي قالت ببث مباشر انه هذه ثاني مره هكروا لي بعد المره الاولى، ما يعرفون انه انس شايب هو مره هكر حساب ماي او سرقه، وبعدين حذف حسابه، على كل راح احط لكم كل هذه الستوريات والجزء من البث المباشر، اللي حابب يشوف الكامل شوفوا المقطع الاخير، شوفوا الستوريات. اول شغله يا جماعه حطيت الفلتر بتعرفوا انتم مايا كثير فرحانه اليوم. لك خليني بس اوصل على البيت، عم بلا بس خليني اوصل على البيت، كنت بالسهره، بس خليني اعرف رح ترجع القناه ان شاء الله، واللي صار بعدها بتعرفوا كل شيء، بس رح ترجع.
شاء الله بكره بترجعوا احنا وين، بعدين راحت قناه بتجيب 100 قناه تضربي تعيطي ليش؟ كل شيء تمام يا جماعه. اللي صار مثل اي قناه، من فتره راحت قناه ريدر، وقبلها راحت قناه ابو عزام، وكثير قنوات. بس وصلت على البيت انا ما كان عندي شحن، راح احط لكم صوره شوفوا، ما كان عندي شحن، ما كنت عم بحس اني اوصل لمايا ولا اوصل للبيت ولا اوصل لللابتوب، وكله حل، تواصلنا مع الشركه وكله تمام. وان شاء الله استنوا الفيديوهات الجديده، والفيديو ما ضل له شيء 200,000 كومنت، واسبغ له شعر اللي مساويته جديد. اضحكي اضحكي عم تصر حاله بس كذابه، ضحكه كذابيه هي. يلا هون وياه كل يكتب لك هون وياه. مرحبا حبايبي كيفكم؟ طبعا حساب اليوتيوب زي ما انتم بتعرفوا انه تهكر، بس ان شاء الله من هون لبكره يعني 48 ساعه حسابي بيرجع وما في اي شيء، وانا الحمد لله بخير واموري تمام. انا حبايبي بحب اشكر كل حدا سال عني، كل حدا اطمن علي، وكل حدا اهتم في القصه اللي صارت معي. بحب اشكركم من كل قلبي، وشكرا لوقفتكم معي، بحبكم. يا بلوها في حدا بربكم بربكم، if someone want to play with your dad they end. تقبلوها؟ في حدا بالدنيا كلها بيقبلها؟ تمام. في حدا بيقبلها؟ ايه شايفين قناتي اليوتيوب، روحوا على قناتي على اليوتيوب تمام. شوفوا هلا الانستغرام كان راح يتسكر تمام، بعتولي وقالوا لي تشينج باسورد، غيرت الباسورد على السريع. هلا كان حساب اليوتيوب الانستغرام راح يتسكر، بس انا بدي منكم كلكم توقفوا معي، لانه انا ما راح اسكت المره هاي، المره هاي انا مش راح اسكت المره هاي، انا ما راح اسكت. انا خسرت كل شيء بحياتي، كل شيء، انسان انحرمت من امي، انسان انحرمت من ابوي، انسان انحرمت اني اعيش عيشه عائله، هذا الاشي ما عشته. انا بالاردن ابوي كان مسكرني لحالي تمام، انا ما شفت يوم واحد حلو بحياتي، طول 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 عمري عايشة متوحدة، صار عندي مرض نفسي، شطبت ايدي كلها، كنت رح انتحر تمام. انسانة ما عندي اشي بحياتي، كل اشي بخرب يا الله، كل اشي. وصل يا حبايب، طبعا لا تنسوني حبايب مثل ما قلت لكم ان نوصل اغنيه 200,000 تعليق، انا متاكد ان انتم قدها، ما ادري صراحه اذا حابين تساعدوني او لا، وحتشوفون اشياء كلش خرافيه بالمستقبل. وبس جاكم فيزياء بقدم لكم قصص، مع السلامه.